صباح الخير رعد. نعم، صباح الخير ألكسندرا. فكرناك بلشت تحدي ومغامرة جديدة، ولكن أكيد موجود أنت بنفس المكان بس بمنطقة ثانية، ورح تخبرنا تفاصيل أكثر، فرح نترك لك الهواء مع السادة المشاهدين. تفضل. يعني ألكسندرا، قبل ما تسلموني، يعني شو رأيكم بالسباحة، برياضة السباحة؟ هي أفضل رياضة فعلا لكل الفئات العمرية، لكل الأشخاص اللي سواء اللي بيعانوا من أي أمراض مفاصل، كل شخص يقدر يمارس رياضة السباحة طبعا، وهي الرياضة الوحيدة اللي بتحرك كل عضلات الجسم. بالضبط، هذا اللي بنعرفه. مع اني بغرق بشبر مي انا. يعني ما هي دعاء كمان برضه ليلى. يعني اكيد دعاء والكساندرا، اكيد الرياضه زي ما تفضلتم، وكنا نتمنى تكونوا موجودين معنا وكافه فريق العمل نمارس رياضه السباحه. طبعا راح يكون معنا عامر العمري وهو مشرف في معسكرات الحسين للتدريب. معنا عامر، صباح الخير ويعطيك العافيه. صباح الورد اخ رعد، اهلا وسهلا فيك وفي معسكر المغامره والتحدي، معسكرات الحسين للعمل والبناء، معسكر السرو. نعم. فصل عامر، تحكي لنا بالبداية عن كيفية التعاون مع المشاركين في هذه المعسكرات، وخصوصا في كافة الرياضات. اليوم احنا بالمسبح، نحكي عن كيفية التعاون مع المشاركين. نعم اخ رعد، يعني احنا اليوم هاي في عندنا عدة محطات للتدريب، يعني على علم ان نقول لكم انه استقبلنا 50 مشارك من المشاركين، كان لهم تدريب عسكري مع قوات الدرك. نعم. وتقسموا الى بعض محطات تدريب. يعني انا حاب نمشي وياك شوي اخونا عامر. نعم. على الهواء مباشره. نعم. عشان الكاميرتنا كمان تاخذ الشباب وهم بتدربوا سباحه. تفضل. وهي اليوم زي ما انتم شايفين رايح يكون عندنا كمان فتره تدريب سباحه، ومحمى بكون كمان منقذ مختص في السباحه. وكما يعني شفتوا المراحل محطات التدريب، بعد هيك راح يكون عندنا ورشة كمان تدريب مهارات الذات، بتحكي عن عدة نقاط مثل القدرات الذات والمهارات عندهم الشباب، رايحين بعد شوي نطلع عليها ونشوف كمان. رسالتك إلى كل المشاهدين وخصوصا أبنائنا في كافة المناطق للمشاركة بهاي المعسكرة. نعم أخي رعد، أنا أتمنى على كل مشارك، يعني الحقيقة يعني من البرامج الهادفة وفيها منها الاستفادة والصقل الشخصية، وهذا هم كما سماهم يعني اليوم احنا بنسميهم فرسان ونشام الوطن، وهم يوم من اليوم ينطلقون يعني نخبة من الشباب إلى كمان معسكر النخبة. نعم أخي، بدي أشكرك ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك، شكرا لك أخ رعد. طبعا أنا حاب أروح على الشباب وأيضا نحكي مع المدرب الخاص برياضة السباحة، معنا عبد الكريم. صباح الخير ويعطيك العافية. يعطيك العافية. صباح الخير. صباح الورد. كيف حالك؟ أهلا يا مرحبا. يعني كمدرب سباحة ومختص بهذا الموضوع، تحكي لنا عن كيفية تدريب السباحة، وخصوصا أكيد في كثير إجوا على هذا المعسكر بجوز خايفين أو ما بيعرفوا يسبحوا. تفضل. طبعا سيدي، زي ما بتعرف هي السباحة من أفضل الرياضات في العالم وأكثرها متعة وحيوية، وهي بتمثل النشاط عند الطالب وبتخلصه من الضغوطات النفسية والطاقة السلبية اللي عنده. فأنا هون استثمرتهم والله، جبتهم بصراحة، واجهت معوقات كثير، انه اول شيء بيعرفش يسبح، بيخاف من المي، ولكن كل هذا بالتدريج، انا دوري كمدرب اني انزله خطوة خطوة واخليه ما يخاف من المي، والحمد لله عندي فريق كامل الان، والان قبل شوي كان يقفز، والان تقفزه كمان قفزة وخلفية. الحمد لله ما شاء الله والتمام التمام، يعني خطوة والامور تمام. يعني من الصعوبات اللي واجهتها اكيد الخوف من المي. كيف كسرت حاجز الخوف؟ نزلته اول شيء، نزلت رجلي على المي، خليته يطوش فيهن، بعدين انا نزلت معه على المي، خليته يسبح معي ايدي، بمسكه من صدره بضل امشيه، لما يوصل عندي الثلاثه خاف كثير، اقول له ما تخافش انا معك، اغرقه اول مره انا اغرقه واطلعه، اقول له ليش حاجز الخوف؟ اكسر حاجز الخوف عنده نهائيا، بس ينكسر حاجز الخوف عنده انتهى الموضوع، بصير عدم خوف من المي، بصير يسبح. شو بتوجه رساله لكل الاشخاص وخصوصا ابنائنا بكافه المواقع، انه ما انه تشجعهم على رياضه السباحه وما يخافوا من المي؟ انا بشجعهم على الرياضه بشكل عام. بشكل عام انا بشجعهم على الرياضه وخصوصا السباحه، السباحه بتخلص الطالب من الطاقه السلبيه اللي عنده وبتمثله حيويه ونشاط. والسباحه للعلم يوميا نصف ساعه بتحافظ لك على ضغط الدم، بتقلل من الكوليسترول. فوائدها عظيمه الرياضه، السباحه خصوصا فوائدها عظيمه، بنصح كل طالب انه يهتم بالرياضه ويخلي في عنده جانب يوميا من الرياضه، لو حتى مشي اقله. شكرا لك ويعطيك الف عافيه. يا مرحبا، كل احترام. طبعا انا بدي عندي الهواء.
صباح الخير يا اخي. الله يعافيك. تعرف عليك. مصطفى ايوب جبرات. مصطفى تطلع على المشاهدين تعبان انت من السباحه، شو رايك برياضه السباحه؟ اول شيء السباحه هي رياضه ممتعه، يعني بتخص الجسم، تعطيك يعني قوه للجسم طيب انا بدي ايضا اشوف الشباب، نفتح مجال للكاميرا للشباب اذا سمحت. صباح الخير. صباح الورد. تعرف عليك. احمد ماجدتين. تحكي لنا عن رياضه السباحه، شو رايك فيها؟ والله هي رياضة حلوة ورياضة ممتعة، بتشد كل عضلة في الجسم، بتزيد في اللياقة، ما شاء الله عليه الكابتن ما قصر معنا. أيضا نتعرف عليكم، من وين؟ بجير وائل حياصات من الصد. رياضة السباحة هي أصلا رياضة ممتعة، والرسول عليه الصلاة والسلام حكانا تعلموا الرماية وركوب الخيل والسباحة، فمشان هيك دائما أهلنا بيحفزون السباحة، طبعا كابتن ما قصر معنا وما شاء الله يعني المركز ولا في منه. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. طبعا مشاهدينا الكرام، اليوم كنا معكم من معسكرات الحسين للتدريب. بصراحة احنا مبسوطين بهاي الفقرة الجميلة جدا. أكيد بغابة يوم جديد مستمرين معكم بكافة المواقع، بكافة الفقرات وكافة الفعاليات وكافة المناطق إن شاء الله. الآن راح أرجع إلى ألكساندرا لاستكمال وإنهاء فقرات برنامج يوم جديد ويوم غد من موقع آخر بقافة برنامج يوم جديد. شكرا راعد، وتحياتنا لكل طاقم قافلة يوم جديد. المخرج محمد نسور، اليوم فعلا غطيتوا لنا جزء يمكن حتى ولو بسيط من معسكرات الحسين للتحدي والمغامرة. شفنا بنهاية اليوم القافلة قديش مهمة رياضة السباحة، وياريت نقدر فعلا انه نعلم ابنائنا هاي الرياضة اللي ممكن انها تنمي عضلاتنا وقدراتنا. خلينا كمان